رامي يعني المفروض دلوقتي تروح مثلا البيت اللي هو كان ساكن فيه تاخد حاجته، هتقدر تعمل ده؟ يعني بعد شوية، مش دلوقتي، بعد شوية. بس عايز أعمل بروسس كل اللي حصل وبعدين أفكر في حاجات رحت تانية. القرافة؟ رحت زرت القبر؟ هروح بكرة الصبح، بكرة الصبح هروح بكرة الصبح. عايز تقول ايه لهيثم؟ لروحه عايز تقول له ايه ما قلتهولوش؟ يعني كان نفسك تقوله له والوقت كل اللي كنت عايز اقوله له قلت له. يعني there's nothing that I haven't said before, you know. بس he knows ان انا I loved him very much and I always looked up to him. هو عارف ان هو and كان هو انت كنت بتحبه وهو جدا. كمان كان شخصية قوية، وهو كان دايما قوي جدا، وانا كنت دايما عايز ابقى قوي زيه. يعني احنا واحنا صغيرين كنا دايما بنتخانق مع بعض for fun، وانا مين كنت كان اقوى؟ هو طبعا كبير كان بيكسحني. بس كسحك. بس يعني it was fun times. يعني كنا دايما بنحب الجيم، وكنا دايما بنحب الملاكمة والحاجات دي. يعني it was our passion. كنا هو ده كان الشغف بتاعنا. كنا بنحبها and we shared this يعني similarity. فهتقول له ايه يعني؟ أقول له يعني rest in peace and إن شاء الله when we meet next time we'll meet. إن شاء الله هو نبقى. مش لوحده دلوقتي، لا يعني هو طبعا راح هو لهم كلهم. yeah. إن شاء الله يعني we'll meet again. أنا بشكركم طارق الشناوي، صديقنا طارق شكرا الشناوي، رامي بعزيك تاني، شكرا. والمصريين كلهم بيعزوك. يعني لو تشوف كمية الرسائل، انا بس كمان عايز اقول ان انا I'm so thankful for all the love. يعني هو كل الحب لي. و please يعني ادعوه and just don't forget him. يعني هو كان محدش he هينساه. was a beautiful soul. يعني الحب ده كمان لأمك، طبعا خلي بالك إن طبعا والدتك yeah. كانت نسمة فراشة، نسمة نسمة صح. جميلة، كانت رائعة شكرا. هو تعبير عن الحب. يعني للأسرة. هيثم خد الحب بتاع هالة وحب أحمد زكي، يعني كل الحب ده هو حب الأب والأم. هو كمان كان بيمثلهم صح. يعني ناس هيثم كان محبوب كهيثم، طبعا بس كان محبوب كأسرة، كان محبوب كأسرة أمه بالذات. صح. أنا بشكرك، شكرا بشكرك يا طارق، شكرا. بفكركم بقى بأحمد زكي ونرجع.